الإله حكيم ولا شك، وهذه الحياة التي نراها ونرقبها عن كثب نجد فيها الظالم الذي يعبث ويظلم كما يحب دون أن يأتي من يضرب على يده، ونجد فيها المظلوم المستضعف الذي لا نجد من يأتي فينتصر له، نجد الإنسان الغني البازخ في حياته الذي يتقلب بالنعيم ويطغى به، ونجد الإنسان الفقير، بل نجد الإنسان المبتلى المشوه. نجد هذا العالم الدنيوي مسرحا لهذه الصور كلها. فلئن تصورنا أن هذه الحياة هي الفصل الأول والأخير من قصة حياة الإنسان، فقد نسبت إلى الله عز وجل عبثا ولا عبث الأطفال، نسبت إليه وهو العادل العبث والظلم، نسبت إليه وهو الحكيم نقيض الحكمة. ونحن نعلم أننا نبرئ الأطفال من هذا التصور. أرأيت لو أنك دعيت إلى مسرحية في مدرسة ثانوية ألفها الطلاب التلامذة الصغار، ودعي أولياء الطلاب إلى حضور هذه المسرحية التي ألفها الطلاب ويمثلها الطلاب، وحضرنا نحن كأولياء هذه المسرحية، وبدأ الستارة ارتفعت وأخذنا نرى الأحداث. ماذا رأينا؟ رأينا إنسانا سطع على آخر فقتله، ورأينا إنسانا آخر سرق مالا لآخر، رأينا صورا من هذا القبيل وقعت. ترى الذي قتل من الذي سينتصر له؟ لم نعلم. الذي سرق ماله ماذا كانت النتيجة؟ لم نعلم. بعد نصف ساعة أسدل الستار. ما أعتقد أن واحدا من الحاضرين يقوم ويقول لقد انتهت المسرحية فلنذهب، كل منهم سيقول لابد أنها هنا أننا سنجد فصلا ثانيا لنعلم ماذا كان نتيجة القاتل، وكيف يعني أخذت العدالة الحق منه، ولنعلم مصير الإنسان الذي سرق ماله. لماذا نفترض هذا؟ لأننا نعلم أن هؤلاء الذين ألفوا هذه المسرحية وإن كانوا أطفالا صغارا لكنهم عقلاء ولا يعبثون، لابد أنهم هادفون في هذا إلى أمر. ولذلك فحتى لو لم يعلنوا أن المسرحية مؤلفة مثلا من 3 فصول، واقع الفصل الأول ينم عن أن هنالك فصلا ثانيا. يا عجبا، نحن ننزه أطفالنا عن هذا العبث، ومن ثم فنحن نعلم أن هذا الفصل لابد أن يعقبه فصل آخر، ولا ننزه ربنا ورب الأطفال وقيوم السماوات والأرض وخالق هذا الكون، خالق العدالة والمثل الأعلى في العدالة والحكمة، لا ننزهه عن العبث. نتصور أن هذه الحياة إذا طويت فستزول بخيرها وشرها، وتنتهي قصة حياة الإنسان، وكل منا قد عاش نصيبه. هذا يكون في عالم لا إله فيه. الملحد ممكن أن يتطوح في هذه التصورات الخرافية وهو معذور بعد إلحاده، لكن الذي آمن بالله عز وجل لا يمكن إطلاقا وهو العاقل أن يكون معذورا في تصور أن هذه الحياة هو الفصل الأول والأخير، وأن الموت هو الغلاف الأخير لقصة حياة الإنسان. إذن هذا هو الدليل على قيام الساعة، وهو على الرغم من أنه غيب وأخطر أنواع الغيوب، إلا أن دليله يغطيه، دليل علمي قاسم قاطع من الخبر اليقيني في كتاب الله ومن قانون التلازم هذا.